Okay, level 2 students, here we are in the third lecture, part 2. احنا في المحاضرة الثالثة الجزء الثاني. المحاضرة الثالثة الكتروني الجزء الثاني part 2. اول exercise وبداية الفيديو هنا بداية البارت معنا exercise verb to be or verb to do. يعني ايه؟ verb to be اللي هو am و is و are, verb to do اللي هو do و does و did. بس طبعا did دي في الباست بنستعملها في الماضي, واحنا ما درسناش لحد دلوقتي الباست سيمبل الماضي البسيط هو مش معانا, فاحنا شغلنا على do و does. اوكي نفكر بعض تاني, وقلنا قبل كده ان do بتيجي مع I و we و they و you, الضمائر I و we و they و you واي اسم جمع اي اسم اخره s يعني. وداز بتيجي مع هي وشي وات واي اسم مفرد. طيب verb to be عبارة عن ايه؟ عبارة عن am و is و are. am بتيجي مع الضمير I, is بتيجي مع الضمائر هي وشي وات واي اسم مفرد, are بتيجي مع we و they و you واي اسم جمع. طيب عندي هنا 8 sentences, 8 جمل. لازم اختار فيهم ما بين من الباكس اللي قصادي. يعني انا عندي باكس في مجموعة اختيارات, اوكي, ما بين verb to be وما بين verb to do. اوكي طب انا امتى بستعمل verb to be بتصرفاته وامتى verb to do بتصرفاته؟ simply وببساطة انا verb to be بستعمله مع لما بكون بتكلم عن adjectives او nouns. تاني, لما بكون بتكلم عن adjectives او nouns, صفات او اسماء. يعني بقول I am a doctor, I am a doctor. طيب doctor دي ايه؟ ده noun, اسم وظيفة. يبقى انا محتاجة احط am اللي هي a verb to be بمعنى انا اكون. اوكي طيب بوصف بنت ان هي لطيفة او ظريفة بقول ايه؟ she is nice. nice دي adjective صفة, علشان كده انا محتاجة اجيب معاها verb to be اللي هو بمعنى يكون. فهشوف الضمير بتاع اللي عندي ايه, الضمير اللي عندي شي يبقى هحط is. اوكي طب do verb to do اللي هو do و does انا بستعمله ايه؟ بستعمله مع الverbs لما بيكون عندي فعل اساسي. يعني في النيجاتيف في النفي مثلا لما بقول ايه؟ بقول I don't run quickly, انا ما بجريش بسرعة. run دي معناها يجري, ده فعل مش اسم, فعلشان كده ما ينفعش اقول I am not run, لا اقول I don't run. اوكي طيب تعالوا نبص هنا كده الجمل اللي موجودة عندنا. عندنا 8 sentences, وزي ما عودتكم الاجابات كلها بتكون موجودة في السلايد اللي بعد الكويستشن على طول, بس احنا حاليا بنشرح التايتل بتاع الكويستشن, بنتعود مع بعض نفهم راس السؤال ونفهم كمان الاجابات جات ازاي. راس السؤال بتقول complete the sentences with a verb form with a verb from the box. يعني كمل الفراغات the sentences الجمل بverb من الbox, هي اما verb to be او verb to do. طيب number one كان مديني اسم ولد اللي هو Peter, وكان مديني gap فراغ وبعدين a teacher. طيب Peter ده اسم ولد, لو جينا ندور على الضمير بتاعه هنلاقيه he اللي هو بمعنى هو, وبعدين الفراغ وبعدين a teacher. a teacher دي لو جيت بصت لها دي فعل ولا اسم؟ لا ده اسم, noun, اسم وظيفة. اوكي علشان كده هستعمل معاه is. طب ليه مش isn't؟ ليه مش نفي؟ لان هنا ما عنديش اي معلومة تخليني استعمل النفي. هنا طالما ما عنديش اي اشارة لان انا محتاجة انفي يبقى الجملة مثبتة. اوكي فهختار is. طب ليه مش are؟ ليه مش am؟ لان are بتيجي مع الجمع, وبيتر ده شخص واحد, اما بالنسبة لام فهي بتيجي فقط مع الضمير I اللي هو بمعنى انا. طيب تعالوا على number 2. number 2 بدايتها الضمير I يعني انا, بعد كده مديني فراغ, وبعديه كلمة hungry. hungry دي صفة adjective صفة بمعنى جائع, وبعدين حطتلي full stop وبيقولي can I have a sandwich, يعني ممكن ساندويتش. فانا عايزه اقول ايه بقى؟ عايزه اقول انا جعان, وبعدين بكمل بقول ممكن اتناول ساندويتش.
طيب انا اكون جعان، يبقى انا محتاجة اكمل الفراغ بايه؟ اكيد بام، فهختار ام. I am hungry. Can I have a sandwich? Okay. Number three. Rom. اللي هي روما اللي في إيطاليا، ومديني جاب فراغ، وبعدين in Spain يعني في أسبانيا، وبعدين full stop يعني نقطة، وبعدين بيقول لي it اللي هي الضمير لغير العاقل، وبعدين فراغ تاني، وبعدين مكمل ب in Italy يعني في إيطاليا. طيب واحدة واحدة نمشي مع بعض. يعني أنا عندي في sentence number three two gaps، فراغين. أوكي هشوف أول جاب روم. أنا عايزة أقول أنا لما فهمت السنتنس كده وأنا بعد ما قريتها، وزي ما قلنا إحنا كل المحاضرات الإلكترونيك معظمها اشتغلت على طريقة فهمك للسؤال نفسه، وإزاي تفهم رأس السؤال والجمل، وإزاي تقدر إنك تتصرف فيهم، لأن أحيانا بتكون فاهم القاعدة لكن مش عارف تتعامل مع السؤال. فأنا لما قريت السؤال كويس جدا، ومهم جدا إنك تدرب نفسك وإنت بتحل أي سؤال إنك تقرأ السنتنسز من بدايتها لنهايتها. فده اللي احنا عملناه دلوقتي. وبعد ما عملناه فهمنا ايه؟ فهمنا بالعربي كده ان انا عايز ادي افادة في الجملة، او اوصل معلومة ان روما مش موجودة في اسبانيا ولكنها موجودة في ايطاليا. المعلومة الجغرافية اللي كلكم عارفينها، يعني ان روما مدينة مش في اسبانيا ولكنها مدينة في ايطاليا. طيب عايزة انفي، واضح جدا ان اول جاب اول فراغ عندي محتاجة استعمل فيه النفي، عشان انا بقول ايه؟ روما مش في اسبانيا، روما لا تكون في اسبانيا، فانا محتاجة نفي. طيب انا هنا بتعامل مع اي فيربس، مع اي افعال، في هنا عندي اي فعل زي يجري، ينام، يلعب، يذاكر، يأكل، يشرب؟ لا، الجملة عندي على الأقل النص الأول من الجملة مفيش فيه أي verbs، مفيش فيه أي أفعال أساسية خالص، فأنا بتعامل مع أسماء، مع nouns، وحرف جر هو عندي إن فقط، ما عنديش أي حاجة تانية. فيبقى أنا هشتغل على إيه؟ verb to do ولا verb to be؟ لا، verb to be، لأن verb to do أنا ما بلجألوش إلا لو بشتغل مع فعل أساسي. طيب Rome الضمير بتاعها إيه؟ الضمير بتاعها it، لان هي بلد، يعني هي لا ولد ولا بنت ولا راجل ولا ست، فهي بما انها بلد الضمير بتاعها ات، يعني ضمير الغير عاقل، فانا مع ات بستعمل از في حالة الاثبات، وبستعمل ازنت في حالة النيجاتيف النفي، علشان واحنا اتفقنا في بداية الجملة ان احنا محتاجين ننفي، فهنقول ازنت، ازنت روم، ازنت ان سبين، فول ستوب، ات از ان ايطالي، it is in Italy. يبقى أول جاب isn't، تاني جاب is، نفيت النص الأول من الجملة، وبعد كده صححته وأثبتت المعلومة الصحيحة في النص التاني، وقلت هي تكون في Italy، it is in Italy. Okay, let's go to number four. Number four, Mary and Sarah نقط أو فراغ يعني جاب، وبعدين like fast food. So like fast food. Like ده verb. Okay, verb فعل أساسي يحب. Okay، وإحنا قلنا طالما ظهر عندي فعل أساسي okay لازم أوقف بقى استعمال ال verb to be واستعمل ال verb to do، يا إما do يا إما don't يا إما does يا إما doesn't. طيب نحدد الأول الضمير اللي إحنا بنشتغل عليه مفرد ولا جمع. في نمبر 4 عندي Mary and Sarah يعني اتنين مع بعض، يعني الضمير هنا عندي جمع، ضمير الجمع هو they. طيب Mary and Sarah they، وبعد كده عندي ضمير الجمع الغائب، ضمير الجمع الغائب، لان في عندي ضمير جمع غير غائب، يعني زي we دي معناها نحن، ضمير المتكلم ده ضمير جمع برضو بس ضمير متكلم، انما ضمير الغائب الجمع بيبقى they. وليه هو غائب؟ لاني بتكلم عن اتنين مش موجودين معايا انا، يا ماري وساره دول اي اسمين، مش بتكلم عن نفسي ولا بتكلم عن عيلتي يعني، فالضمير اللي عندي هنا they. طيب احنا قلنا they، يبقى على طول هفكر ان انا قدامي يا اما do في حاله الاثبات او don't في حاله النيجاتيف. طيب هنا انا في الجمل المثبته،
او في الجمل اللي هي ما بتكونش سؤال، يعني الجملة سواء مثبتة او منفية. انا ما بحتاجش استعمل دو، انا بستعمل دو فقط لما بكون بتعامل مع السؤال. يعني اقول لك مثلا ايه، do you like playing football، بتحب لعب الكورة. do you have any sisters or brothers، عندك اي اخوات او اخوة، وهكذا. فبالتالي انا هستبعد من عندي هنا احتمال استعمال دو. ليه؟ لان انا هنا مش في سؤال، انا هنا مش في سؤال. فيبقى الاوبشن الثاني الاصح اللي عندي don't، اللي هي Mary وSarah don't like fast food. ليه نفيت؟ لان انا ما عنديش الاوبشن بتاع ان انا استعمل الاثبات، لان دو استعملها في الجملة بيحول الجملة لسؤال، وفي حالة السؤال بتبقى دو جاي في الاول، وانا هنا عندي بداية الجملة ماري وسارة اوريدي، هو حاطط لي بداية الجملة، فانا مضطرة اكمل الجملة. والفراغ اللي عندي هنا في النص، ما ينفعش اقوم حاطة دو في النص، دو بتيجي في الاول وبتدي معنى هل، بتدي معنى سؤال، ولا الجملة اخرها عندي فول ستوب نقطة، يعني انا بشتغل على جملة، فانا قدامي يا اما اثبت الجملة او انفيها. مش هعرف اثبتها، فبالتالي هنفيها واحط don't. نيجي لنمبر 5 تكملة لكلامي. هنا عندي سؤال، وبعدين عندي verb، عندي فعل اساسي اللي هو have بمعنى يمتلك. James have two jobs. James عنده، لديه وظيفتين، يمتلك وظيفتين. يمتلك ده فعل اساسي، يبقى انا بشتغل على ايه؟ بشتغل على do don't does doesn't. طيب بداية الجملة عندي فاضية ونهاية الجملة علامة استفهام، يبقى انا هنا ممكن استعمل يا اما do يا اما don't يا اما actually يا اما do يا اما does، يا اما do يا اما does. اوكي، ليه؟ عشان ادي معنى هل، ادي معنى السؤال. اوكي، مش محتاج اشتغل على النيجاتيف هنا، هشتغل على الاثبات بس. يا ترى do بقى ولا does؟ لا اكيد does، لان جيمس ده اسم ولد واحد فقط، الضمير بتاعه he، وهي بيجي معاها does. فيبقى الحل does James have two jobs، هل جيمس عنده وظيفتين؟ اوكي. طب احنا في حاجة ملحوظة كمان عايزة اقولها لكم، انه احنا كنا قلنا انه هي وشي وات بياخدوا التصريف has من الفعل have اللي هو يمتلك. يعني انا الفعل عندي الاساسي يمتلك have، لما باجي اصرفه مع هي وشي وات بيتحول لهاز. امال ايه اللي حصل هنا؟ ليه هو مع جيمس حاطط هاف؟ لانه بعد ما هحط داز في بدايه الجمله، اوكي، بمعنى هل، لازم الفعل بعد كده، اي فعل في الجمله، يرجع تاني للمصدر بتاعه من غير تصريفه، والمصدر من هاز هاف. انما انا لما اجي اجاوب السؤال ده هقول ايه؟ يا اما يس هي هاز، يا اما نو he hasn't. اوكي، هشتغل بالتصريف الصح للضمير هي. بس هي البوينت في ايه؟ انا ليه في السؤال خليتها هاف؟ لانه طالما استعملت does very strong، قوية، بترجع الفعل لصورته الاصلية مرة تانية. نمبر 6 ونمبر 7 ونمبر 8 انتوا هتجتهدوا فيهم، هتلاقوا الاجابات بتاعتهم في نمبر، في السلايد اللي هتظهر بعد دي على طول. احنا فقط كنا بنتناول اهم الاكزامبلز اللي موجوده في الكويستشن، مع الشروحات اللي انتوا ممكن تكون غايبه عنكم او تكونوا فيها كونفيوزد، تايهين شويه. راجعوا الاجابات وطبقوها بالاسئله، وركزوا في الشرح اللي سمعتوه في الريكوردنج كويس. الكويستشن ده من اهم الكويستشنز، ومكمل معاك في تكوين الجمله في سنه ثالثه وسنه رابعه، واستعمالك للغه الانجليزيه بشكل عام. ضروري تبقى عارف تميز امتى هتستعمل verb to be و verb to do. Thank you. Here we are, level 2 in exercise number 2. الاكسرسايز التاني اللي مكتوب عندكم هنا، التايتل او العنوان بتاعه how to make negative sentences، ازاي ممكن اعمل جمل منفية. الجمل عندي في الانجليش تلات انواع: جملة positive يعني مثبتة، جملة negative يعني منفية، جملة question يعني سؤال.
طيب هنخلي موضوع السؤال ده على جنب دلوقتي، وهشتغل على الجمل البوزيتيف والجمل النيجاتيف. هنا كل قدامي في تو اكسرسايزز، في تدريبين جنب بعض، تدريب نمبر 6 كويستشن نمبر 6 وكويستشن نمبر 3. الاثنين التارجت او الهدف بتاعهم واحد، مجموعه من الجمل. في اكسرسايز نمبر 6 هم 8 جمل، وفي اكسرسايز نمبر 3 هم 6 جمل، كل جمله منهم بوزيتيف وانا عايزه احولها لنيجاتيف، عايزه احولها لجمله منفيه. طيب تاني زي ما بأكد عليكم، مهم جدا تعود نفسك ازاي تقرأ التايتل بتاع الكويستشن، رأس السؤال، وتفهم هو مطلوب منك فيه ايه. انا ببقى اوريدي كاتبه لك الانسر كيز، الحلول، بعد السلايد دي على طول بيظهر لك السلايد بتاعت الانسرز كلها، بس انا اللي بشرحه هنا تفاصيل في القاعدة نفسها، ده رقم واحد. وثانيا بعلمك ازاي تقرأ التايتل بتاع الكويستشن، رأس السؤال، وتفهم كمان الاجابات اللي احنا هنقولها دي جات منين. طبعا ما بنحلش الاكسامبلز كلها، الامثلة كلها، بسيب لك شوية تجتهد فيهم انت، وببقى مديالك الحلول بتاعتهم، لكن بشرح لك اصعبهم كمثال على القاعدة. طيب زي ما احنا شايفين هنا، كل يعني سنتنس نمبر 1 من كل سؤال محلولة، يعني انا هبدأ من نمبر 2. تعالوا نمبر 2، نمبر 2 في اكسرسايز نمبر 6 هنبدأ بيه. They do a lot of sport. They do a lot of sport. يعني هم بيمارسوا الكثير من الرياضة، او بيقوموا بالكثير من الرياضة. لو عايز احول الجملة دي نيجاتيف هعمل ايه؟ عايز اقول هم لا يمارسون الكثير من الرياضة. الحاجة الوحيدة اللي هغيرها في الجملة هي do. do هتتحول ل don't فقط. هقول they don't a lot of sport. ليه هو مستعمل هنا؟ ليه استعملت بس actually take care؟ انا هقول they don't do. they don't do لان هنا don't جاية على ان هي verb، فعل اساسي، مش على انها verb to do، مش على انها فعل مساعد، تمام؟ فانا علشان انفيها محتاجة اجيب لها فعل مساعد منفي، وبعدين احتفظ بالفعل الاساسي نفسه اللي هو do. فهقول they don't do a lot of sport، مش they don't على طول. اوكي، طب ليه استعملت don't؟ لان الضمير اللي عندي they، واحنا في نفس الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه ده في البداية احنا شرحين امتى بستعمل verb to be اللي هو am و is و are، وامتى بستعمل verb to do اللي هو do و does و did، وشرحنا كل واحدة فيهم هجيبها ازاي. طيب نمبر 3، I have got a DVD player. I have got a DVD player. هقول ايه؟ هقول I haven't got a DVD player، وممكن اقول كمان I don't have a DVD player. يعني عندي two options، يا اما اشيل got واقول I don't have a DVD player، او اقول I haven't got a DVD player. هحط not لي have. ليه؟ هفترض انه الفعل الاساسي عندي هنا هو got، وهاف هو الفعل المساعد اللي بنفي بيه. اوكي، انا بنفي عادة بفعل مساعد، يا اما بيكون verb to be، يا اما بيكون verb to do، يا اما بيكون verb to have. في number 3 هنا هتعامل مع الفعل المساعد على ان هو verb to have، هحط not اللي have، وهحتفظ ب got في المصدر زي ما هي. اوكي، number 4، you are usually late. you are usually late. النيجاتيف هنا هيكون you aren't. okay، verb to be. you aren't usually late. number 5، we watch TV in the day. okay، watch هنا ده فعل اساسي، main verb، واحنا قلنا لما باجي انفي فعل اساسي ما بنفيهوش ب verb to be، بنفيه ب verb to do. يعني هستعمل يا اما don't يا اما doesn't. طيب do بقى ولا doesn't على حسب الضمير اللي موجود عندي. الضمير اللي عندي هنا we، واحنا قلنا we بتاخد don't. we don't watch TV in the day. okay، number 6، my mother has got a new car. يعني امتلكت عربية جديدة، زي ما عملنا في number 3 هنقول my brother hasn't got a new car. أخويا
لم يمتلك عربية جديدة هقول hasn't got a new car. 7. I go shopping with my mother. I go shopping with my mother. يعني أنا رحت الشوبينج مع مامتي. يبقى هنا عندي main verb، عندي فعل أساسي اللي هو go يعني يذهب. أوكي، فإحنا قلنا لما باجي أنفي فعل مش اسم، لما باجي أنفي فعل مش اسم أو صفة بستعمل verb to do. طيب don't ولا doesn't؟ لا أكيد don't، لأن الضمير اللي عندي I، وأنا قلت I بتاخد don't. I و we و they و you وأي اسم جمع بياخدوا don't، he و she و it بياخدوا doesn't. يبقى هقول I don't go shopping with my mother. 8. He is an accountant. He is an accountant. هنا عندي verb to be اللي هو is، فهنفي. ليه هو هنا استعمل verb to be؟ لأن هنا ما عنديش أي أفعال في الجملة، أنا عندي noun اسم وظيفة اللي هي الأكاونتنت يعني محاسب، فأنا عايز أقول هو لا يكون محاسب، هقول he isn't an accountant. أوكي طيب تعالوا على exercise number 3. number 1 فيه محلولة. طيب نيجي number 2. here her father works in London. her father يعني والدها، وانا شرح لكم في فيديو تانية ادوات الملكية اللي هي her و his و their و our و like that، هتلاقوها موجودة عندكم. ف her father معناها والدها works in London. طيب هنا في الجملة عندي main verb، عندي فعل اساسي اللي هو works. طيب هو هنا حط هنا التنس بتاع الفعل ايه، الزمن بتاعه ايه؟ الزمن هنا مضارع بسيط لان نهاية الverb s، وطالما نهاية الverb s يبقى انا بشتغل على الحالة التانية من زمن المضارع البسيط اللي هي مع الضمائر هي وشي وات واي اسم مفرد. her father والدها ده اسم مفرد، علشان كده هو لما جه يصرف الفعل work حط له s، لان احنا قلنا في زمن المضارع البسيط مع الضمائر i و we و they و you الverb بيتحط زي ما هو من غير اي اضافات، لكن مع هي وشي وات واي اسم مفرد بحط اس او اي اس او اي اي اس، فهو هنا حط اس. طيب احنا طبعا شرحنا في فيديوز مرارا وتكرارا وكمان في المحاضرات امتى في الزمن المضارع البسيط بحط الاس، وامتى بحط الاي اس، وامتى بحط الاي اي اس، كل واحده ليها استثناءات. فهنا خلينا نكمل عشان ما نخرجش عن الموضوع. هنا انا عايزه انفي الجمله، هنفيها ازاي؟ هقول her father. طيب عايزه اقول لا يعمل، هنفي بقى هقول لا يعمل ازاي؟ هفكر. دكتور ريم قالت لما اجي انفي فعل اساسي ما بنفيهوش بفيرب تو بي خالص، بنفيه بفيرب تو دو، يعني يا اما dont يا اما doesn't. اوكي طيب هنا بقى هشتغل dont ولا doesn't؟ هنا اكيد هشتغل doesn't، لانه هنا عندي اسم مفرد اللي هو her father، والدها والد واحد فقط اهو مش جمع، فهشتغل بدازنت. طيب هقول her father doesn't works in London؟ لا، لازم ارجع الفعل works للمصدر بتاعه، يعني اشيل منه الاس الاضافة اللي اتحطت فيه. ليه؟ لان doesn't قوية جدا، لما بجيب وراها اي verb لازم الverb ده يكون في شكله الاساسي تماما من غير اي اضافات. doesn't و don't اقوية، بيشيلوا اي اضافات في الفعل. اوكي طيب هقول her father doesn't work in London. اوكي شباب من 3 ل 6 هتلاقوا الانسرز بتاعتهم، وطبعا حتى الحاجات اللي شرحتها الانسرز بتاعتهم موجوده. بتطبقوا الانسرز بالاسئله، بتشتغلوا كويس على السؤال، بتركزوا كويس في الشروحات، وهتلاقوا ان شاء الله كمان الماده العلميه كلها مترابطه ببعضها. هتلاقوا كل فيديو بيسلمك للفيديو اللي بعده، وكل سلايد بتسلمك للسلايد اللي بعدها. Well, I wish you all the best and good luck. Okay, yeah, level 2. Here we are in exercise number 3. Question number 3. مكتوب جنبه بالred باللون الأحمر verbs and nouns. يعني verbs يعني أفعال، nouns يعني أسماء. مهم جدا علشان اعرف اكون جملة بشكل سليم في الانجليش ان انا اكون عارف الكلمة اللي قصادي دي وقادر اميزها، هي verb فعل ولا noun. طب تعالوا نشرح مع بعض واحدة بواحدة
ايه هو الفيرب وايه هو الناون. فيرب يعني فعل، فعل يعني ايه؟ يعني زي ما بنقول في العربي بالظبط، ياكل، ينام، يشرب، يصلي، يذهب، ياتي، يدرس. اوكي، حاجه انا بعملها بتبقى فيرب يعني فعل. اوكي، طيب ناونز يعني ايه؟ برضو زي اللغه العربيه بالظبط، يعني اسماء. اسماء يعني ايه؟ اسم اي حاجه من الحاجات اللي حواليا، اسم شيء زي تيبل، ترابيزه، تشير، كرسي، باج، شنطه. اسم وظيفه مثلا، جوب، زي دكتور، انجينير، مهندس، تيتشر، مدرس، وهكذا. يبقى لازم افرق كويس انا بتعامل مع فيرب ولا ناون. طيب السؤال ده هيجيلك زيه ان شاء الله في الامتحان، مكتوب match باللون البلو، باللون الأزرق، match a verb in A with a noun in B. عندنا هنا two columns، عمودين، عمود A وعمود B. عمود A فيه الverbs، فيه الأفعال، فيه الأشياء اللي أنا بعملها. عمود B فيه النونز اللي هي الأسماء. أوكي، أنا هدور على، هاخد verb من A واشوف ايه الناون، الاسم اللي ينفع له من بي. اوكي، اللي ينفع يجي معاه. طيب اول verb عندي هو watch، يعني يشاهد. ايه في letter B؟ ايه في العمود بتاع B اقدر اخده مع watch؟ اكيد هاخد TV اللي هي تلفزيون، watch TV يعني يشاهد التلفزيون. اوكي، next اللي بعده speak يعني يتحدث. speak German، speak German يتحدث اللغة الألمانية. أوكي، speak يعني يتحدث، فعل يتحدث. drink يعني يشرب. أوكي، هماتش توصلها بالاسم a cup of coffee يعني فنجان من القهوة. أوكي، win، win يعني يفوز، فعل يفوز، verb يفوز. هوصلها بالنون a medal، a medal يعني ميدالية. طيب verb earn، earn يعني يكسب. هوصلها بالنون الاسم a lot of money، a lot of money يعني كثيرا من الفلوس أو من النقود يعني باللغة العربية. next اللي بعده cook، cook يعني يطبخ، verb cook فعل يطبخ. هماتشت بإيه؟ بالنون a meal يعني وجبة. اوكي، طيب next ride، ride يعني يركب. هماتشت بالنون بالاسم a bike يعني عجلة. يبقى الverb ride الفعل يركب، هوصله بالاسم a bike. طيب next اللي بعده break، break يعني يكسر. هوصله بالنون، النون الاسم من عمود B اللي هو a record. break a record يعني ايه record؟ break a record معناها يحطم الرقم القياسي. اوكي، او يسجل هدف غير مسبوق. break a record الاثنين مع بعض معناهم كده، يكسر الرقم القياسي، يكسر الليميتس كلها. اوكي، طيب يعني زي مثلا ما نلاقي انه football player، لعيب كورة، عمل goals وحقق عدد من الاهداف غير مسبوق في أي ماتش قبل كده، يبقى ده نقول عليه break a record. أوكي، next اللي بعده play، play، play الفعل يلعب. أوكي، هوصلها ب هوصلها بإيه؟ هوصلها ب the guitar، يلعب على الجيتار. become ده الverb اللي بعد play. become يعني يصبح، يصبح فعل، هوصله بالاسم a pilot. a pilot يعني طيار، a pilot. pilot ده اسم، اسم وظيفة، هوصله بالفعل become، يصبح طيار، زي become a doctor، become an accountant يعني محاسب، become an engineer يعني مهندس. the last one eat، eat يعني يأكل، ده فعل، هوصله بالاسم a sandwich، sandwich يعني ساندويتش، يأكل ساندويتش. أوكي، أتمنى أن تكون الشروحات كلها مفهومة يا سنة تانية،
وعايزاكو اللي يحس ان في حاجة مش مفهومة عنده يتواصل معايا، سواء على الاكاونت بتاع الفيسبوك او من خلال الجروب الرسمي الدفعة بتاعتكو. و I wish you all the best، اتمنى لكم التوفيق. دربوا نفسه كويس على كل حاجة قلتلكوا عليها، سواء البرونسيشن النطق او راس السؤال، ازاي افهم راس السؤال وازاي اتعامل معاه. Thank you so much. اوكي جايز، شباب ليفل 2 هنا عندكم في اخر سلايد في الفيديو ده، ده الانسر كيز بتاعت الاكسرسايز اللي فات اللي هو نمبر 3، لان عشان تبقوا سمعتوا مني الانسرز اورال شفوي، وكمان تكون موجوده قصادكم هنا بشكل ريتن بشكل مكتوب. راجعوا الانسرز كويس وذكروا كويس الكلمات والبرونسيشن النطق بتاعها وطريقة الإجابة على السؤال والتعامل مع السؤال، علشان إن شاء الله في اللجنة لما تجيلك ورقة الامتحان ما تحتاجش تقول لحد يفهمك السؤال عايز إيه. أحيانا كتير جدا الناس بتبقى عارفة ومذاكرة لكن مش عارفة تقرأ راس السؤال، وحتى لو قرأت راس السؤال مش عارفة تتعامل معاه. أنا كررت ونبهت النقطة دي أكتر من مرة، ياريت نلتزم بيها. وجود لك.